غير تكا. واش ما غنبقاو كيسمعنيش؟ اجي حدا اختي. حيدو الكاسكيت، حيدو الكاسكيت. مشاهدي قناه شوف تي في، مرحبا بكم. ومراه تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشره من مدينه مكناس. تنخليكم مع حاله انسانيه، الاب اللي مريض بالنبوله كان كيعاني وباقي كيعاني الى حدود الساعه. زاد عليه الوضع كثر وكثر من بعد ما دار عمليه في مستشفى خاص. تواصلوا معاه واحد المحسنين وعاونوه، الله يعاونهم الله يعطيهم الخير، وداروا له عمليه في مستشفى خاص. لكن هذه العمليه حسب البنت ديالو قالوا لهم، اتصلوا بهم المستشفى وقالوا لهم راه ما صدقاش، رجعوا باش تعاودوها. طلبوا لهم 8000 درهم باش يعاودوا العمليه. الاخت او البنت ديالو كتقول حنا ما عندناش من نجيبوا له 8000 درهم، وانا كنتقطع ملي كنشوف الاب ديالي كيعاني وكيبكي بالحريق. اختي عاودي لنا المعاناه ديالك مع باك، او عاودي لنا على المرض ديالو. دابا المرض ديالو شي حاجه تيحيدك ماما وهضري. واخا هو كيتخنق كان قبل ما يدير العمليه، وفاش سنتي الطبيب كيصرحو خاطر ضروري من العمليه كلينيكس. فاش دينا كيفاش كيصرحو يعني البوله كتخنقو؟ الله يشافيه ويشافي جميع مرضانا ومرضى المسلمين. قبل ما يدير هاد التيو هذا، قبل ما يدير هاد التيو هذا كنشوف كتنفخ بزاف، كيولي غيطرطق. فاش كنهزو نديرو للطبيب كنشوف كتنفخ بالماء. واه ديك الساعة كي تيشرحو قال كاد مرة إلا جبتيه إلا وليتي عاوتاني عندنا ولا ما غاديش نسرحها، خصو ضروري العملية. فاش خصو ضروري العملية ديال النبولة. اها فاش هزينا ودينا عند ختي البركان. ارهالي غير ارهالي، شكرا. اه كمل لالا. تعاونوا تعاونوا معنا الناس المحسنين الله يكثر خيرهم. يعني فاش انت نهزتيه وديتيه عند اختك البركان، البركان المحسنين شافوا الحاله ديالو، جمعوا له يعني جمعوا له كل واحد جمع ليه واحد المبلغ يعني توصلت ل 8000 درهم وداروا له العمليه. اها وفاش داروا العمليه بقاك صافي 3 ايام ديروا للدار ورجعوا له هاد التيونيت، وقالك صافي دير 3 ايام ورجع عندنا. فاش رجعنا قالك عاوتاني ديو 10 ايام ورجع عندنا. نهار 10 ايام قالك صافي الوالد ديالكم راه ما مصدقاتوش هاد العملية، دابا خصكم تعاودوها من جديد. صافي ما عندناش كي غادي نديرو نعاونوها، كاع الجيران ديال ختي تما ديالي هنايا كلشي تعاون معانا، ولكن ما قدرتش باش نوليو نعاودو واحدة أخرى. صافي هزيت أنا وختي هزينا الوالد وجبناه لهنايا. دابا هو معايا عرفتي بلي تيقطع لي القلب ديالي كي بدا يغوت. تقولك هاد التيو كيضرني بزاف، و مره مره كيبقى يهبط له الدم في هاد التيو تتعمر له الخنيشه بالدم. وعاد نهزوه للطبيب تيقول لك كيخرج له داك الدم من الكلاوي ولا شنو داك الشيء. صافي كيولي ما عرف شنو كيدير له، عاوتاني كيرجعوا له التيو. انا عاوتاني جبتو لهنايا التيو عنده شي في كرشو. واه في كرشو. دابا مسكين، دابا مسكين تيبات تيغوت كثر بالليل، انا كنبات بلا نعاس معاه. يعني هاد التيو هذا الا ما كانش ما غيوقع ليه، الا ما كانش كيتخنق وكتنفخرو الكرش وصافي كيبغي يتفاجر تيكسيغوت. انت دابا هادي فاش كتعمر كتخويها في الطاسه؟ دابا ملي كتعمر هادي كنخويها في سطيل، ولا مشات تاع عمرت حكم عاد. انا كنخدم كنجي بعد الخطاط نخرج تاع مع ديك الساعه ديال الصباح، ما كنجي حتى لديك 8 ديال السعود بعد الخطاط كاع اللي كانوا كليان مع الناس، كنجي حتى لديك 10 كنلقاها معمره ولا عمرت كيرجع في هذاك الشيء كنفخر الكرش كنرجع من التيو. خصها ما تعمر، خصني دايما نخوي. ولكن دابا انا كنخدم ما كنساش كاع، دابا انا خدامه لي عقلي كله معب. خدامه في الديور؟ اه كنت خدامه في الديور، دابا كنخدم هنا في واحد ريستورون في كوزينه. يعني الجهد لا جهد الله كتشوفي. عاودينا على قلتي انك كتشوفي الاب ديالك كيتعصر كتبقى فيك الحال اه تيقطع القلب ديالي. عرفتي ما تنحسش شي حاجه، كنبغي الوالد ديالي يبرى. انت كتمنى غير الوالد ديالك يبرى، وانتم واقفين على عمليه ب 8000 درهم 160000 ريال باش تعاودوا له العمليه. هذيك 160 باش نعملوا ما عرفناش بشحال. الطبيب اللي درت عنده العمليه وما صدقاتش هو نفسه اللي قال لكم خصكم تجيو ترجعوا ديروا العمليه؟ العمليه ما سولتوش علاش ما صدقاتش؟ ما سولناش، درنا له التحاليل وداك الشيء، قال خصو العمليه ضروري يعاود العمليه. ولا التيو دائما يبقى معاه ودائما يمشي تخويه عند الطبيب، ودائما بحال هكا يبقى يتخنق ليكم. الاب ديالك ما كيسمعش دابا؟ ما كيسمعش كاع بزاف، خصني نغوت حتى تيضرني راسي عاد تيسمعني.
انت اللي كتصبني له، انت كتغسلي له، انت كتلبسي له؟ لا انا عندي ما عنديش فين نغسل له، هنا كندي عند واحد اختي هنايا. لا زعما انت اللي كتكلفي؟ انا كنتكلف، كندي عند واحد اختي كنغسلو له وتم وكنجيبو له هنايا. باك شنو كان كيخدم فاش كان صحيح الحجر؟ كيفاش الحجر كيقلى الحجر وكيزو في الكامي وكيديه كريان. واه كريان كاري كريان 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 الحجر كيقلى الحجر وكيبيعو. دابا بقيتو الله كريم، رفعي صوتك. دابا حنا الله كريم، كيفاش غنعاودو له العمليه وحنا ما تلقاو حتى ما ناكلو؟ انا عندي ولد عندي مسؤوليه، وانا راه كلي مهرس راه طايحه على 12 متر من الطايحه. والله العظيم اللي كنمشي هكا كنت نخدم تنقول حاجه ثقيله ونقد ديك الصناعه داك الشيء الله يرحمه، ولكن نقصوا لي من الثمن هي ما نهش الثقل، حيت الا زدت الثقل صافي نقص الضرب ما نقدرش نوض. انا الحمد لله بعدا مني باقا واقفه على رجلي وكنقابله ولدي ومقابله با. والله يشافيه ويعافيه ونتمنى المحسنين يتعاونوا معاه ويقدموا له يد المساعده، وانت سعادتك برضا الوالدين هو اللي غيوقف معاك. ف حتى حاجه يعني ما خساره في الوالدين. وانت دابا كتشوفي كتحاولي انك ما عندك ليه جهد، حتى لدرجه انك العمليه الاولى بعتي التلفازه ديالك باش تشاركي انت او باش تساهمي انت في العمليه. ثلاثه الخواتات والجيران ديال اختي والناس المهمين. قال انت باش تعطي حقك بعتي التلفازه. لا حول ولا قوه الا بالله. رسالتك الاخيره للمحسنين؟ انا كنطلب من الله ومن المحسنين هي نتعاونوا مع با يبرى، هادشي انا الهدف ديالي كله هو با يبرى، يا ما نشوفوش كيتقطع قدامي وانا كنشوف شي درجه ملي كنشوفو هو راجل هكا كيبدا يتقطع وبدا يبكي وانت تبدا عيط هذيك ربي بحال هكا باش كنحس انا كنحس براسي انا اللي كنتقطع ديك اللحظه. لا حول ولا قوه الا بالله. مشاهدي قناه شوف تي في اللي ما قدرش يعاونوا حتى ماديا يعاونوا غير بارطاج باش تقدر ان توصل للمحسنين وتقدر توصل للناس اخرين اللي قادر انهم يديروا العمليه، مع العلم ان العمليه دايره فقط ب 8000 درهم، يعني عنده في النبوله، هو عنده المرض في النبوله، دار العمليه الاولى، جمعوا له الجيران، جمعوا له الناس اللي عارفينه وعارفين القصه ديالو، بنته باعت التلفازه، كل واحد عطى اللي قسم الله، ولكن ما صدقاتش العمليه حسب قول بنته، ما صدقاتش، هما ما عرفوش واش خطا طبي ولا ما صدقاتش علاش. وكيقولوا بغينا هنا عبدو بوفيا كيقول خاص يتابع في المحكمه هذا اللي دار العمليه. كتقول سي عبدو وكل المتتبعين كتقول لانه كاع الناس اللي داروا العمليات خرجوا مشاو لديارهم، ما خرجوش بهذا سميت هذا لاباراي ولا هاد التيو، هاد التيو ما خرجوش به، كاع الناس اللي داروا لي زوبيراسيون في داك الكلينيك ما خرجوش بهاد التيو هذا، الا هو بوحدو اللي داك المره خرج بالتيو وقالوا لهم دابا 3 ايام ثلاث ايام رجعين، دابا ثلاث ايام رجعين، فاش رجعت قالوا لها العمليه ما صدقاتش، يعني هي ما عرفاتش لانها مسكينه ما قرياش ما عرفاش، وخوتها تما ما عارفينش لانهم غير محسنين عين الناس الجيران داكشي اللي جمعوا باش داروا له العمليه. ولا اله الا الله محمد رسول الله، طلبوا منهم باش يرجع ويعاود العمليه ب 8000 درهم، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. عطاونا درنا لهم واحد التحاليل، قالوا لنا كديروا له التحاليل، درنا له التحاليل كل وحده وباش كل تحليله وشحال، وفاش دينا لهم قالك صافي خصو ضروري يولي يرجع يعاود العمليه. الله يستر، الله يدينا في الضو، الله يكتب علينا وعليكم مكاتب الخير. الى هنا سيدنا نقول لكم دمتم بألف خير، والله يهدي ما خلق، والله يشافيه ويعافيه ويشافي جميع المرضى ومرضى المسلمين، والله يجعل على يدينا يكونوا شي محسنين اللي يوقفوا معاه ويعاونوه على العلاج. راه بنته كتقول العين بصيره واليد قصيره، ولا حول ولا قوه الا بالله. فاش كتشوف الاب ديالها كيتقطع قدامها كتقول على ان هي اللي كتحس بالحريق اكثر منه. الحقيقه صعيب انك تشوف والديك كيعاني وانت ما قادرش تقدم لهم يد المساعده، ما قادرش يعني حقهم في العلاج ما توصلوش به، هذا كيدل على انه كاين خلل في الطب وحنا عارفينه. نتمنوا من وزاره الصحه انها تبقى تنتبه بحال هاد المواضيع هادو بحال هاد الحالات هادو، كنتمنوا حتى من المواطنين يتفاعلوا معنا في بحال هاد الحالات، ماشي يتفاعلوا في التفاهه ويخليو بحال هاد الحالات الانسانيه، لانهم هما هادو اكثر وحدين اللي خاصنا نبارطاجيو وخاصنا نهضروا عليهم بزاف، لانه حقو في العلاج كي يعطيه له الدستور. الى هنا سيدنا نقول لكم لا يكتب علينا وعليكم مكاتب الخير.